يقول: بعد أن ندفن الميت نقف نحن عند القبر ونسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة، حيث نرفع الأيادي جميعا، أحدنا يجهر بالدعاء والآخرون يؤمنون. أفيدونا في هذا الأمر، هل يكون بدعة أم هو أمر صحيح؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه إذا دفن الميت وفرغوا من دفنه أنهم يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التثبيت. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا يكون هذا بصوت جماعي أو أن واحدا يدعو والبقية يؤمنون، هذا ليس مشروعا، وإنما المشروع أن يدعو كل واحد من الحاضرين للميت بنفسه، يدعو له من غير ارتباط بصوت جماعي أو متابعة لداع واحد وهم يؤمنون، هذا كله خلاف الدليل.